بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بحول الله الإجابة عن السؤال الرابع من اختبار الفارس لأبريل 2017. السؤال بيقول let f of x equal 3 power x plus 1، find ال inverse function لل function f و find the range of f. خطوات إيجاد ال inverse function: ال f of x بخليها بسميها y، يبقى دي خطوة رقم واحد. خطوة رقم اتنين بريبليس الاكس مكان الواي والواي مكان الاكس، لان انتوا زي ما انتوا عارفين العلاقة ما بين الفانكشن والاف انفرس هي ان دومين الفانكشن هو يعتبر رينج للاف انفرس، والعكس رينج الفانكشن هو دومين الاف انفرس. فانا لما بدلت الاكس مكان الواي كاني بدلت دومين برينج. خطوة رقم ثلاثة سولف فور واي، حاول تطلع قيمة الواي من المعادلة هنا بكام. لو انا عملت ري ارينجمنت للإكويجن دي، قعدت توزيعها، فهقول اكس ناقص واحد، وديت الواحد من الرايت هاند سايد وديته عند الليفت هاند سايد، يبقى اكس ماينس 1 ايكوال 3 تو ذا باور واي. الان دورك تدور على اوبريشن تتخلص لك من التلاتة، تخلي لك الواي اكسبليسيت فورم، صورة واضحة، انا عايز واي بيساوي كام. فانت حضرتك عارف ان من البروبرتيز، من خصائص الاكسبوننشال فانكشن وخصائص اللوجاريثميك فانكشن، ان لما يكون عندك رقم باور فانكشن ايكوال كونستانت، للتخلص من هذا الرقم ببساطة جدا احسب لوج فور بيز ايه، للاساس ايه، للطرفين. لما بتحسب لوج اوتوماتيك الايه ده بيتشال، اللي بيظهر الفانكشن، ايوه يعني بانت اهي وعليها الامان، اهي الفانكشن بانت، يساوي لوج فور بيز اي للكونستانت كي. يبقى لو عندك رقم باور فانكشن يساوي كي، يبقى الفانكشن مباشره عباره عن لوج للرقم ده، للاساس ده، للرقم اللي اسمه كي، لوج فور بيز اي للرقم كي. كذلك الحال لو عندك اي اللي هي الناتشرال اكسبوننشال فانكشن، لو عندك اي باور يو اكس بتساوي كي، مباشره بناخد اللين هنا بقى، لان انتوا عارفين ان اللين هو لوج للاساس اي. فعموما هنا الفانكشن يو اكس ايكوال لين اي لين كي. فهنا 3 باور واي ايكوال اكس ماينس 1، خد اللوج للاساس 3، يبقى الواي ايكوال لوج 4 بيز 3 الاكس ماينس 1. فاينالي طالما انت طلعت الواي بكام، الواي دي ارجع وعمل لها ريبريزنتيشن، عبر عنها باف انفرس. الواي اللي طلعتها دي هي فعلا الاف انفرس، اللي هي نتجت من ايه؟ اللي انا قلبت الرينج دومين والدومين رينج، يبقى الواي اللي طلعت هنا هي دي مين؟ الاف انفرس، وهي الاجابه المطلوبه. نروح عند الرينج بتاع الفانكشن اف. علشان احسب رينج الفانكشن اف، يبقى انا عايز اعرف كل الفاليوز اللي مسموح لها الفانكشن توصل لها. طيب الفانكشن دي مسموح لها توصل من اول كام؟ انت عارف طبعا ان 3 باور اكس دي دائما اكبر من ايه؟ الصفر. حتى مش توصل للصفر الا بالليمت لما الاكس تنس تو نيجاتيف انفينيتي، لكن اي فانكشن اكسبوننشال فانكشن اكبر من كام؟ اكبر من الصفر. حتى لو انت رسمتها هتبقى الجراف بتاعها دائما اكبر من الصفر. الاكس ايكوال نيجاتيف انفينيتي ده بنسميه اللي هو ايه؟ هوريزونتال اسيمتوت. الواي ايكوال زيرو ده الهوريزونتال اسيمتوت عند الاكس تنس تو نيجاتيف انفينيتي. عموما يبقى الرقم ده اكبر من صفر، ولو جمعته مع الواحد يبقى الفانكشن دي دائما هتبقى من واحد لانفينيتي. دي طريقه. الطريقه الثانيه ودي الاسهل، انت طالما انت عايز رينج الاف، روح عند الفانكشن انفرس واحسب دومينها. الله صح، تمام، لان دومين الاف انفرس هو رينج الاف. طب احسب الدومين ازاي؟ ببساطه خالص، انت عارفين ان اللوج او اللين لابد ان الارجيومنت الخاص بيه يكون اكبر من صفر. طب فين الارجيومنت هنا؟ الفانكشن اللي جوه اللوج اسمها اكس ناقص 1، يبقى هقول اكس ناقص 1 must be greater than 0. greater مش greater than or equal، greater than 0. يبقى لو اكس ناقص 1 اكبر من صفر حولناها الى متباينه،
يبقى معنى كده ان الاكس اكبر من واحد. فين القيم الاكس اكبر من واحد؟ يبقى من واحد الى ايه؟ من واحد الى ما لا نهايه. يبقى رينج الاف اللي مطلوب هو عباره عن دومين الاف انفرس، يبقى من 1 الى انفينيتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.